جايز، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدا هذا الفيديو لازم تحط لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي اليوم كتابه. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب بيكي اكس دي. في تعليقات كتير بلشت تجيني بتحكي لي ريم ليش لغتيني من قائمه الاصدقاء، او ريم ما عم بقدر الاقي اسمك بلعبة بيكي اكس دي. يا جماعه بدي ابدا من قائمه الاصدقاء. قائمه الاصدقاء عندي 99 وانا ما لغيت حدا الامان، يعني الصراحة ما لغيت حدا، بالعكس ضفت ناس، يعني ضفت حوالي 20 شخص عندي، بس كل ما ادخل اللعبة القى العدد ناقص، يعني ناقص كتير، يعني شي 10 اصدقاء او اكتر من هيك. ف ما بعرف هي المشكلة كيف الصراحة او ليش هيك عم يصير. بس يا جماعة كونوا متأكدين انه ما عم بلغيكم، عم حاول اقبل اكبر عدد من الصداقات، بس للاسف انه مساحتي قليلة، يعني لو كنت يوتيوبرز باللعبة كانت المساحة اكبر، بس للاسف ما عندي مساحة اني اقبل اصدقاء اكثر من 100 شخص. وتاني شيء انكم قاعدين عم تبحثوا عن اسمي وما عم تقدروا تلاقوه، فشوفوا يا جماعة هلا يوم ادخل انا هون واكتب اسمي، عم ممكن بعضكم يكون قاعد عم يستخدم الرقم القديم اللي هو 441 او الرقم الجديد. يا جماعة رقمي انا تغير، صار 848 الصراحة، ما بعرف كيف تغير هيك الرقم. دخلت اللعبة فجأة وصار الرقم 848، فما بعرف. واول ما عم بدخل عم لاقي انه كأني انا بعت طلب صداقة لحالي، حاولت الغي حالي اكتر من مرة بس ما بعرف ليش هيك عم يصير، يعني صراحة كتير شي غريب. ما بعرف اذا كمان عادي عم يصير معاكم. وشوفوا الاسم مثلا، كيف اول ما دخلت على اللعبة كان اسمي مثل هيك، كان كأنه بعت انا، يعني انا بعت طلب صداقة لحسابي وما بعرف كيف هيك. وزائد هيك انه بيتي هذا كمان ما عم يقدر يفتح. هلا شوفوا يوم ادخل على بيتي هذا البيت صراحة كتير بحبه، انا يعني كنت بدي افتحه بس ما عم يفتح ابدا. شوفوا بكتب لي انه حدث خطأ يرجى اعادة المحاولة مرة اخرى، بس يا جماعة ما بعرف ايش قاعدة بساوي، يعني البيت والحساب. مثل ما حكيت لكم الفيديو الماضي رقمي تغير، ما بعرف. في بعضكم كتب لي على الفيديو اللي نشرته انه ريم ما حدا بيقدر يغير الارقام من هيك غير الادمنز، هذا كلام صحيح، يعني ما بقدر يغيروه غير الادمنز الموجودين بلعبة بيكي اكس دي. فما بعرف يا جماعة، في بعضكم ممكن يكون صار معاه هيك او لا، بس انا اكتر شي زعجني اللي هو تغيير الرقم، وكمان انه هذا البيت ماني قادرة اني ادخل عليه، فما بعرف. وكمان تبع الاصدقاء، يعني مو راضي يقبل اصدقاء زيادة، يعني لا بروح بقبل، حاولت اقبل اكثر من مرة الاصدقاء اللي بعتوا لي اياهم هون، بس كل مرة بحاول اقبل فيها بحكي لي ان المساحة مليانة، رغم انه عندي 99 صديق، يعني فيني اقبل صديق واحد تاني بس، رغم كمان انه انا ماني بعت طلب صداقة لحدا. فما بعرف يا جماعة، وكمان بسبب انه يعني عم ينقص الاصدقاء من عندي، فما بعرف اذا انتم عم تلغوني ولا اللعبة هي اللي قاعدة عم تسوي هذا الشيء من عندها او هيك. فبس يا جماعة حبيت اخبركم انه مو باللي انا اللي عم بلغيكم طلب من قائمة الاصدقاء، فيعني ما تفكروا غلط وتقولوا انه ريم قاعدة عم تلغيني من طلب الاصدقاء، لا يا جماعة. هذا الشيء عم بيصير بدون ما انا يعني بدون ايدي. فبس يا جماعة حبيت احكيكم هذا الموضوع، وبتمنى انه عجبكم هذا المقطع. اشوفكم فيديو جديد، سلام.